هاي بنات، معاكم رجا الرحالي من السعودية. اليوم أنا موجودة مع بوتيكات دبي في برنامج Battle of the Artist. حكون أنا وياسمين في تيم واحد ضد أسماء وزهرة. اترقبوا اللوك، إن شاء الله رح يعجبكم. أسماء، يا ويلك مني. هاي متابعين بوتيكات، معكم خبيرة التجميل أسماء ريبري. اليوم أنا موجودة بدبي مع بوتيكات تصوير برنامج جدا قوي باتل اوف ذا ارتست. معايا اليوم الفنانه الجميله زارا، نعمل لوك قوي جدا. الفريق الثاني معانا مروج ومعانا ياسمين. بدمرهم اليوم، بدمرهم. شروط المسابقه: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. ما شاء الله، انت ما عندك جبهه سمنه جبهتك. اي عشان كده ما راح ناخذ وقت، انا وجهي اصغر. وصل الكنتور يا اختي، كنتور خليهم يكنتروا. احنا عدينا المرحله دي خلاص. أشياء عمالة تتطاير. أنا أدري إن أغراضي تتطاير. هذولك مش شاربين اليوم كده، مرة هادين. أنت بس خليك هنا شوية بس. ريلاكس. على فكرة إحنا ولا يهمنا برضه. والله. زهرة. أنا ما خلصت. ريلاكس بيبي. أو ماي جاد. عشان خلصنا خلاص. انسي حبيبي، خلصنا خلصنا احنا. شو الجمال، شو الحلاوة، نرفزني هالبنج. بس حطيتي بلاش ولا لسه؟ لا لسه. مالك شغل فينا. كفايه خلاص، ما احنا كسبنا. الموضوع منتهي. هو مش موضوع منتهي يا حياتي. هو مش موضوع وقت، هو موضوع سرقة اشياء. مرحبا معكم الفنانه زهرة البلوشي. اليوم كان اول تجربه لي في باتل اوف ارتست مع بوتيكات. صراحه انا حبيت التجربه لانها كانت حماسيه. انا احب دائما الاشياء اللي تكون غريبه فيها تنافس. فخلصنا الميك اب لوك، هذا ميك اب لوك عروس حرفيا، خلصناه في 25 دقيقه. ما شاء الله اسماء بدعت صراحه، مع اني انا وترتها، لان انا توتر لما اشوف الميك اب ارتست قدامي قاعده تشتغل وتخلص المودلز قدامي، فانا صراحه وترتها اليوم. هاي، انا ياسمين عويضه، اليوم متواجده مع بوتيكات في باتل اوف ارتست. طبعا كثير كنت متحمسه لهالموضوع، كان كثير في كومبيتيشن. ميك اب باي مروج كان كثير ميك اب حلو ونظيف،
وما شاء الله كانت سريعه كثير. ف thank you مروج و thank you بوتيكات. I enjoyed.